Eddie says some Sudanese words. Yeah, you know some Sudanese words. From us. Oh, I know tal. Tal. Yalla, yalla. Tamam. Yalla, yalla, yalla. Zoli, Zoli, say Zoli. Zoli. Zoli, ya Zoli, asli. Yo, what's up? It's your boy again. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. كل عام وانتم بخير وبصحة وبسلامة my beautiful people. ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والفرحة يا رب. ربنا يحقق امانيكم كلكم. الليلة بالنسبة لليوم المصور فيه طبعا اول يوم في العيد. ان شاء الله تكونوا احتفلتوا غض النظر عن حاجة كتير الحاصلة في العالم والمشاكل الكتير الحاصلة بالنسبة لنا في ماليزيا. عندنا كورونا وعندنا MCO ولوك داون مرة تانية قفلونا في البيوت. فطبيعي جدا الاحتفال حيكون بالنسبة لنا شوية صعب. لو انت اول مرة تشوفني وقف شوية انزل تحت سبسكرايب فعل الجرس لانه فيديوهات العيد من الاخر حجيكم فيديوهات جديدة. Just wait for it, just wait for it. فالليلة عايز اخدكم معاي في تجربة جميلة جدا على انه زي ما قلت لكم احنا عندنا حجر في ماليزيا لكن عندنا اصحابنا ماليزيين. لو ما شفت الفيديو حق السنة اللي فاتت اللي هو هنا كيف احتفلنا العيد اليوم الاول من العيد مع عائلة ماليزية وده فيديو مرة ثانية حنحتفل اول يوم في العيد مع عائلة ماليزية فحاجة انترستنج وعاوزكم اشاركها معاكم فحيكون زي فلوج. فقبل ما نبدا الفيديو عايز اقول لكم حاجة سريعة جدا قربنا نوصل 3000 مشترك فعاوز تشير الفيديو ده في اي مكان ولو انت فعليا عاجبك محتوى القناة وعاجبك الحاجة اللي قاعدين نعملها انزل الكومنت اكتب لي انا عشان اعرف ايش فكرة يوتيوب. فبدون ما نطول ونكتر الكلام ليتس جو ليتس جيت ستارتد شيروا الفيديو وانبسطوا انجوي ذا فلوج. يا صباح الخير صباح اول يوم في العيد تمام يا تاع الناس يا كل سنه وانتم طيبين وربنا يحقق الامان وان شاء الله السنه الجايه على مدارين ماتش لوف يا اخي. طبعا زي ما قلت لكم احنا هسه ماشيين على الناس اللي عازميننا والناس كلها قاعده تجهز شايفين خلاص الجلاليب والناحية الحلوه طلعت جوعانين والله فحنبدا فلوجنا من هنا وزي ما عارفين قبل ما نطلع الناس كلها متخذه الاجراءات الاحترازيه كلها فايزر في ماليزيا ما يقول لي كيف وما كيف وانتم ما انتم ماسكات الناس حتمشي في السياره كبستي اقل واي حاجه جاهزه واحنا جاهزين للامور دي فما تركزوا مع الحاجات دي لانه 100% فنبدا يا مايك ليتس جو ليتس جو. يا سلام عليك يا اخي استاذ معتز ابراهيم محمد احمد الله يخليك كل عام انت بخير يا اخي صحه وسلامه شنو الجلابيه الحلوه دي الله يخليك كيف منك حته ممتازه لقيت لنا ناس في جده الحمد لله الله يخليك يا اخي محمد يو يو عجيب ابو حسن الدنيا ظلام شويه لكن كل عام انت بخير يا اخي الله يقول شن طيبين يا اخي صباح الخير برضه باذن الله صباح النور نشوف لكم الباقيين منهم اوه صباح الخير صباح النور كل سنه انتم طيبين ربنا يحقق الامان ان شاء الله يديك العافيه استاذنا باقي منهم اوه سمسميه وارد دز ما شاء الله عليك كل عام انت بخير يا سمسميه طب انا قاعد اعيد عليك الله يخليك يا اخي ان شاء الله السنه الجايه كذا ان شاء الله 2 مليون سبسكرايبرز الله يخليك يا اخي استاذ رونونيه كل عام انت بخير يا اخي انت طيب صباح الخير ان شاء الله ايش الشعر والحركات دي ما شاء الله والله بيتحرك كمان دقيت للاهل اي أيوة والله الحمد لله يلا الله يخليك كلكم مبسوطين كذا وسنه سعيده يديك العافيه الله دقيقه كمل خلاص يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا يا جماعه طبعا شايفين هنا دي حاجه هتشوفوها في الفيديو الجاي هنعمل جيف اواي وحركات يعني فعاليات ودلع في العيد انتظروا الفيديو الجاي الفيديو الجاي فنطلع السلام عليكم ابان ايدي هاو يو دوينج مان جود سلام هاي رايا سلام هاي رايا ما يا دفين اوكي جود وطبعا حاجه سريعه كده لان لو انتم ما عارفين في ناس اكيد حيكونوا متابعين جديدين في القناه فما كانوا معانا نايس كار ما كانوا معانا العيد اللي فات انت ما كنت معانا العيد اللي فات تلقى فيديو هنا الفيديو ده نفس الناس اللي عزمونا العيد اللي فات مشينا عندهم وصورنا الاكل الماليزي وصورنا كيف التقليد الماليزي وصورنا حاجات كثيره فدي مره ثانيه او دي عزومه ثانيه احنا حنمشي نفس المكان ونفس البيت
فممكن ما حنصور الاصناف وحنصور كل شيء، بس حنصور الفايب وكيف ماشيين وكيف العيد حيكون وانبسطوا معانا. دي What's up, man? You keep bringing us presentation in Eid. I just saw them last year. Of course. He was here. It's been a year. Come It's on. It's been a year. طبعا السنة اللي فاتت كنا في نفس المكان في نفس البيت، ولو أنت ما عارف إحنا في قسم شرطة. ف when you stop, man. I don't want to get caught here. Come on, we have to celebrate the first Eid, man. Come on. يعني تخيل إنه في سيارة والناس كورونا وهو بجيبنا جوا القسم عشان نحتفل معهم، لكن دعوة يا شاب، دعوة سريعة كده. راني. الحمد لله. الحمد لله. يلا على البيت. سلام 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 We will find your wife. You have to learn how to Jambo, eat it. We call it soto. Soto. Yeah. Mantap. Yeah. My calling name is Boy. They call me Boy. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Because I think most of the friends are here. I'm wondering what we are doing during this mission. We are in bed. ما في شغل طحنيه وفول ده ما ادري ممتاز لازم تنتظر حتى تشوف كيف تتعلم كيف تاكل. First, this is what we call ketupat. Ketupat, yeah. This, we make it as a soup, you know. Saliga, this is saliga. You know saliga, Eddie? Saliga, what is that? It's something like this called saliga. Really? Yeah. Okay, and then. You take this one? Yeah, put this. Oh, you mix with everything. Yeah. يعني يا جماعة هتاخد الرز من هنا. بعدين هتشيل الشوربة تعملها سليقة. بعدين تشيل الحاجات دي كلها. تمكسها هنا. مركز؟ Oh. الكلام ده كيف يا بعزة؟ لما اجيبه لنا الان ده انا ميكس نص صحن لكن شايف في صحن ثاني تحت. متى نفس الطوالي. متى نفسك. صوتو. أيمن. Like this. Yeah, that's look good, right? Yeah. Yeah, that look really good. طبعا الشباب هنا قاعدين نفسهم قاعدين كده محل رابع قاعد يقلب الملاعق. لكن كده. كده. اسمي ايه؟ I just go for me. Right. بالعافية. Me too, man. بس صوتك كده. حر. شربة كده حلوة. كده. شربة كويسة. قيم لكم الملاح ده مع البتاع ده اسامي ما حد عرفوه وانا ما عارفه ما ادري مع الاستاذ الكبير الرونيه يا سلام الملاح ده رايك فيه شنو احنا نقيم الملاح الملاح والله 9/10 وشطه والله فيه شطه شطه كثيره وظابط طالما اللي زي بيحب ياكل حاجه حاره My bicycle is this and okay
Eddie, what is this? This like we call it the kue raya, you know. It's just some dessert on raya. Dessert. Yeah. Only in raya. Come and visit, and we just like serve them cookies or like some. Hello, Eid al-Eid. Al-Eid al-Fajr, جربت عليه. Ya shab, salam alaikum. قاعد ياكل قاعد يغني. استمتع يا ابو حسن. استمتع. عجيب. شرط الطبع ما حلو وما حلو احنا ضيوف. والله ادي. This thing is so nice, man. Yeah, we call it the انا والله الخيه بس عارف عيب بس عارف لو ما كده usually on Eid like kids and old people come visit on Eid so we just gonna serve like this dessert. سمية عندك بحط البهارات كده ما يقدر شنو ده بحط البهارات يقفلوها عشان شنو قال لك ما تاكلها بالغلط واحنا زيتنا طلع بالهبهان اللي بيجي بالرز خلاص من الليل حتمدوا الحركه دي طبعا السي ده كله تغليف مايك الحاصل شنو يا مايك ده اسمه حاجه اسمها بنكس وانت كوي يعني شيلوا معاك الباقي لهم يعني من العادات والتقاليد عندهم لما انت تطلع من البيت بيزعلوا طبعا لو ماشي النقاره بس احنا متشكلين معاهم انه لا ما تخبطوا حاجه لازم تشيل الاكل الباقي كله تشيله معاك البيت تاكله في الليل ولا اي حاجه لانه يعني لازم انا ايمن عليدي ادي سي سم سودانيز وورز يا يو نو سو اوه اي نو تعال تعال يلا بس تمام يلا 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 زولي زولي سي زولي زولي يا زولي اصلي ايمن See you soon, man. See you soon. All right. Yalla, see you. Okay, thank you so much, auntie. See you soon. Inshallah. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Yalla, Mike. Bye. Take care. All right, goodbye. Bye. And. Rah. Next, I'll try again. You think? Ayman, bye bye. Thank you. Very time, man. For you. السلام عليكم. راجعين بعشاكم وماكلين ومحتفلين هكذا إن شاء الله مبسوطين. رزنا وعصاياكم. إن شاء الله مبسوط سمسمية. الحمد لله. أنا مبسوط أبو حسن. وخليل. إن شاء الله مبسوط. رونية. مايك. إن شاء الله مبسوط يا أخي. أكبر.
احتفلتوا بالعيد واموركم ظابطه؟ وندرفول وندرفول يعني فعليا شكرا لعيد وشكرا لماليزيا والماليزيين بنعرفهم يعني ناس عسل ثانك يو فيري ماتش ناس يعني حطوا على الجرح ويلقم يا سلام عليك يا مايك رجعنا البيت مايك يوم طويل والله يا جماعه والله يوم طويل لكن جميل جدا فلوق احس انه ملخبط ما تفهم الحاضر شنو ما تفهم اي شيء بس يوم عباره عن بس حبينا ناخذكم معنا في يوم ثاني حاجه لانه انتم عارفين احنا في النهايه في بيت عوائل هاي تحدي امر كويس امر ممتاز والله احنا في بيت عوائل ممكن نقعد عيد طيب من اول نقعد نصور اي حاجه وبتاع فشنو كان حياه حبيبه بس حبيبه كان حياة خفيفة كده فإن شاء الله الفايب وصلكم إن شاء الله تستمتعوا معنا في اليوم الجميل اكتبوا تحت كيف كان عيدكم كيف كان أول يوم الفيديو ده حيكون في ثاني يوم ثالث يوم في العيد حينزل في اليوتيوب انت بتقطعني كتير ليه؟ أنا كلها بتقول لك كمان الورانا ده كيف عيدكم كيف؟ طيب استخدم معنا والله ما انتهى اكتبوا لنا تحت كيف كان عيدكم واكتبوا لنا تحت لو عجبتكم الفكرة وعجبكم الفلوج وعجبكم شنو ما عجبكم شنو شيروا الفيديو في أي مكان وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب عجيب دي علامات جديدة يعني شوفوا الفيديو الجاي يلا